هشام سرا. هو فاش توصل لـ40 عام وتتوصل ليها داير بك بنادم زوين، مراتك، وليداتك، والديك، خوتك، فهمتي؟ فاش توصل ليها بحال هكا تتكون بخير، زعما ما تتحسش بـ40 عام. الوالده ديالي ما قارياش وقراتني، وانا ما غنكتشف بانها ما قارياش حتى داز مود عاد غنعيق بانها ما قارياش. امتى هشام وليتي كتفكر في الفلوس؟ امتى كنخاف من اللي لا غادي نقول لكم واحد القضيه ما عمري قلتها. البرامج اللي قدمت في الديبيو ديال لاكارير ديالي ما كنتش انيماتور، كنت ممثل. خبركم واحد القضيه، لحد الان ما عمري ما قلت لمراتي امال واش تزوجي بيا، ما عمري قلتها لها. هشام الاب كيفاش تتعامل مع وليدات؟ مريم حنينه حجبوك لعدا يا ولفي، حجبوك لعدا ترررن، ونار السوق يا ولفي ما بغت تهدى. يا ربي تسمح لي. كان داعي طاطاي ولي داعي نهلا. علاش تعجبني؟ انا ما عمرني كبيت، ما عمرني شربت، ما عمرني والو، زعما ما عمرني تبريت بتا شي حاجه. بورتون عشت في بيئه اللي كيتباع كلشي حدايا. هو ستار لايت. انا اللي عجبني في هذا الكونسيبت هو ملي شفت الدري اللي كان غنى نوطه ديال ديزيدروس حطام، وشكون قدامه في الجوري؟ نعمال الحلو. شكون ربح اخويا هشام؟ غادي نفاجئكم وغادي نقول لكم. هذاك الكاسك فيه اغنيه مطلوقه، ولكن انت ما غاديش تغني مع الكاسك، غتغني اغنيه اللي غادي نعطيك اللي هي اهواك. أهواك واتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك. لا تنعود نعود. دابا أنا بغيت نركز زعما الإحساس. فينال بلجيكا والمغرب. المغرب. المغرب. شوف. الأغنية السيرة. مبروك علينا هذه البدايه. مازال تيست تيست مايكروفون اوف اون. كنسلموا على كاع المغاربه في كاع لي زون اللي كيسمعوا لينا في الراديو ديال الدار، ديال الطوموبيل، ديال التليفون. حلقه جديده في ستون. حلقه جديده غادي نشدوا فيها ستون ان شاء الله مع الضيف الجديد ديالنا. ما قالش جمله للشير، ما تبدل علينا. كيجيني الملال. انا مشيت من نفس الطريق كنمل. حيت الضيف جديد ديالنا شدوا معاه الصون بقصه جديده وفين جديد. الحمد لله وليتي لاصقين الدراري ودرتي لنا الجمال انت وليتي مغروره زياش. انا كنوضر الميليو. مريم كي دايره؟ الحمد لله والله الا بخير، ما نكون الا فرحانه واخيرا امطار الخير. ياك شتا صباش. الحمد لله. اذا الجمعه عرفوا بالضبط اننا في تسجيلات هذه الحلقه نهار الجمعه بالضبط. زكريا اش كتعاود؟ انا مكتئب. الشتا جات عاود. علاش؟ ما ماشي شتوي انا ما فازكش. هذه بعدا واحد المعلومه جاتني، الضيف غيأكد انه فرحان، ما عندوش هو مع الصهد والصيف وداك الشيء، وعنده هو الشتوي. الضيف ديالنا نقدموا لكم بطريقه بسيطه، العالم ديالو عالم فريد هذا الضيف. ياك اختار يكون مقدم قدام الكاميرا وحده النجوم، بحال قلتي داك الشيء ديال الكاميرا النجوم، فهمتي؟ سق طريقه وما كانت سهله، شحال من ضربه جاته، وكان كيقول في خاطره وصافي هانيه هشام تكبر وتنسى، زعما كيقول لي انا تكبر تبقى هشام. هشام وشحال زوين تكون هشام ومسرير. الضيف ديالنا مقدم كبير هشام مسرير. خويا هشام مرحبا بك. مرحبا بكم وشكرا على الدعوه. هذا شرف كبير اخويا نسدو معاك الصوت، نسدو مع اعلامي اللي فاهم الدومين راه. شحال ما شديت ستون انا بصح. ونتمنى اليوم نشد معكم تانا ستون. هشام كيفاش كيشد ستون؟ بزاف د الحوايج، بزاف ديال البلانات تنشد بهم ستون. تنشد ستون في السبور، هذا هو اكثر حاجه تنشد فيها ستون. كنشد ستون في بيكالا، كنشد ستون مع وليداتي، كنشد ستون في واحد القهوه عندنا في الدرب. بزاف ديال البلانات كنشد فيهم. انا حياتي شاد فيها ستون وصافي. برافو عليك اخويا. نيت حياتك بغينا نعرفوا على طريقه البرنامج ديالك، كيفاش كنتي وكيفاش وليتي. بغينا نرجعوا كيفاش كنتي طفولتك. كيفاش كانت طفولتك؟ كانت عاديه. طفولتي كانت عاديه وما عادياش. كانت عاديه لانه انا مغربي، زعما ما تيعجبنيش نبقى نقول ديك الهضره ديال انا ولد الشعب وهادي وهادي، فهمتي؟ ولكن هذا واقع. بون ما عرفتش كيفاش غنقولها. لا بغيت نقول بانه بون
كيفاش كانت طفولتي. طفولتي كانت بحال المغاربه كاملين. انا ولد درب جديد في بورغون الهجاجمه ودرب جديد. كنت في درب جديد حتى ل 15 عام, ومن مورا 15 عام سكننا في الهجاجمه في كاين دار جده وهذا. دونك كبرت فريمون كاع داكشي اللي بتات خوقي لا حتى نتوما كبرتوا فيه كنظن, لانه ما باش يجي كيلي مين لا قلال كان واحد ياك كان واحد الدري معانا تحيه ليه مشى لا مشى لقطر الله يسهل عليه بغيت تكلم انت من الله يسهل عليه لا يعني راه دار معاك فوت تشالنج كاع نبي نبيل اي تحيه كبيره ليه دونك داس فريمون في الدروبه في تورنوات ديال الكره في كاع داكشي اللي كيعيشوه الناس في الدراري. ولكن كان واحد البلان اللي كان عندي في راسي هو وهذا هو البلان اللي بتتخ وانا صغير كان زعما نافعني سيكو ديما كنت كنشوف راسي مزيان لقدام وانا صغير وانا باقي صغير. هادشي كامل اللي عاودت لكم بما مرضي ما تخيلت راسي غنكون ماشي هو هذاك غنكون زعما ما ناجحش ولا ما ديما كنت كنتخيل راسي ماشي هكا ما كنقولش زعما مي كنتخيل راسي بهذا المصطلح مصوفي. كيفاش كانت شخصيتك وانت صغير قوية ولا حشومي ولا انا كبرت في درب الا ما كانت شخصيتك قوية مشيتي فيها غادي ياكلوك فهمتي بهذا المعنى زعما شخصيتك كتولي قوية بزمنك غتاكل العصا ولكن واحد الوقيته كيخصك انت ترد دونك تتربى بداكشي ديال الدرب فوالا كنتي دير غانغ ديالك لا شوف انا ما كنتش قبيح نهائيا ودابا تسولني على اخر مضاربه ما عاقلش والله ما عاقل على راسي امتى ضربت ولكن الا جبتيني تلقاني لا زعما ما تنضربش وعيبي بعيد وضريف وكلشي وبخير ودرويش وبخير ولكن الا جبدني شي واحد ما كتبغيش لي حاجه انا تنضربش كنت صغير هادشي واش كنت صغير كان طرات القضيه جبدك شي واحد وكنت طرات بزاف ندمتيه طرات بزاف واحد البلان كنا في الدرب عقلتي ما عرفتوش لعبتو انتوما حنا كنا كنلعبو بو هذا اللعب ديالنا كنا كنتجمعو خمسه سته الدراري والاول اللي كيديرها كنديروها من مورا كاملين ما لعبتوش انتوما هادشي حنا غاديين ولا كنسميوها عليك وقيله ما كناش كنسميوها ما عندهاش سميه المهم هو غادي غيدير بحال هكا في الحيط غيجي لمورا غيدير بحال هكا غيجي غيحيد واحد الطربوش غيصوني في الديور بون واحد الدري في دربنا واقف بحال هكا يوسف كنوجه ليه تحيه كبيره واسمح ليا واقف بحال هكا داز الاول دار ليه ماق داز الثاني دار ليه ماق داز الثالث دار ليه ماق هو هذوك الثلاثه يلاه ريزونا شناهو ما غيعقتل فيا انا مع غندير ليه ماق ويشنق عليا صافي جات فيا انا وحنا في الصغر فاش كنا صغار كنا ما كنضربوش ديك الساعه قدام في الدرب لانه الدراري الكبار وداك الشيء غيضربونا الا شافونا كنضربوا كنخرجوا لواحد التويره خارج هو كتقول لي انت قولي لا كنخرجوا غاديين يلا نخرجوا دراع نمشيو فهمتيني نخرجوا خرج من تمينا غاديين وانا غادي وداك يوسف كبر مني شي شويه اوه شحال تدخلني انا هادشي وانا كنت لاعب وهذا واش نق عليا انا وعلاش هما صرفقوه بثلاثه وما هضرش معاه وانا باقي عادي معاه وصلنا يا ربي يسمح لي معاه وصلنا ما فكرتش وانا ندير ليه الدات ما فكرتش كروسي ويديرها هشام ياك اخويا ياك وانا ضيق وكل ما صبقتيش بداك الكروشي كنتي انت اللي غتاخذ الكروشي انا باقي دابا كيصليفك انا ما كنظنش دابا الدار ديالك راه عارفين كنتي قبيح لا والله ما عارفين انا ما كنتش قبيح والله ما كنتش قبيح بارابور شنو كان حدايا والله ما كنتش قبيح يوسف اللي كان ساهي هو ما كانش قبيح هشام غتاكد عليا كتعرف الدري خارج من الدار ومالين فيه الدار بالمشط ديالو كيف كنتي كتمشط صاحبي ما كنتش كنمشط انا كنت قبيح ما كانش عندك الوقت لا بلاتي شوف لا على بوك كان كلشي عادي كنت كتمشط لينا صحه زنباح المدرسه وداك الشيء كيديروا لنا مسطه لا اللور كلشي ما كاينش جنب لا اللور كيف ما كنتي تمشط اللور ولكن غير كنخرج من الدار ساعات ما كان كيرجع داك الشيء كيف ما هو زعما كيرجع لقدام طبيعه كتغلب صافي شنو كنت كتفرج بصغرك واه لي ديسان زانيمي اللي بقيتي مأثر بها كتقول كاع لي ديسان زانيمي اللي كبرنا معاهم موكلي النمر المقنع لبنى السريعه ريمي ريمي هذيك شويه معطله ديال البنات ماشي ياك ولاد مريم كانوا كيتفرجوا في ريمي في ديك ليبوك لا بزاف ديال بزاف كنت كنتفرج بزاف في الافلام باللغه العربيه الافلام التاريخيه كانوا تيعجبوني بزاف ديال كانوا كيدوزوا الجمعه الجمعه بالليل ملوك الطوا هذاك زندوخان قلتي له زندوخان زندوخان زندوخ ما مزمر زندوخ صندوق لا حيت بلادو كيقولوا لي زندوخان زندوخان راه هو خامي حيت
وداك الساقيف ياك هو اللي كان في هذا الساقيف الكواسر الكواسر داك الساقيف اللي كانت عنده التويشي هما اللي عقدت لهم الزمعه باللي القعقاع وداك الشيء كنت كتفرج في هذوك من مرة الروك المفتي الا عقلته كان كيدوز انتم شحال عندكم من عام بعدا كيدوز الجمعه يقال لهذا الرجل هذا هو الروك المفتي مزور رجلون كان كبير فينا نزيد في السبعينات احنا مختلفين كل واحد كيمثل الجميع لا بس السبعينات بحال التسعينات انا التسعينات 87 نزيد 87 تبارك الله زيد تبارك انا مازال شاب هذا الصغير هذا هو الصغير لا انا عايش معاك الجيل ديالك لا انت مصغر مني بزاف انت زيد في 81 82 عندي 40 عام دابا دخلت 40 عرفتي ديك 40 بصح ولكن بخير فاش كتريح كتنفخ على الحلوه ديال 40 عام لا ما كنفخش اش كتفكر اش كتفكر كيطفى بحال هكا لا شوف كيفاش شي شنو هي احسن حاجه هو فاش توصل ل 40 عام وتتوصل ليها دايرين بك بنادم داير بك بنادم زوين دايرين بك مراتك وليداتك والديك خوتك فهمتي فاش توصل ليها بحال هكا تتكون بخير زعما ما تتحسش ب 40 عام المشكله هي فاش توصل ليها وما داير بك حتى شي حد ولا في اون سيتوياسيون صعيبه ولا فهمتيني لاج ماشي مهم المهم هو لونتوراج ديالك كيفاش داير في هذيك اللحظه تقدر تكون عندك 90 عام ولكن فرحان وبخير وناشط وتقدر تكون عندك 25 عام وكئيب بحال هذيك الجليله ويكتبوا عليك هشام دابا عرفنا كيفاش عشتي في الزنقه وصغرك كيفاش عشتي في الدار في الدار كنت مجتهد انا كنت والله العظيم دابا هذه القضيه تجيكم غريبه وقيله لا جاتكمش غريبه لا والله انا كنت مجتهد كنت كنقرا مزيان كنت كنجي انا مع الاولين في المدرسه قريت في مدارس الدوله من صغري ما عمرني ما درت لي كور دونك في الدار حنا ثلاثه الخوت ثلاثه الدراري انا الكبير الوالده خياطه الوالد بناي دونك عشنا بحال عائله مغربيه عاديه زعما كنا فريمون داك الشيء كنت في الدار ترونكيل كيعجبني نتفرج بزاف لي ديسانز انيمي وفي الافلام وداك الشيء وكنا الحرب مع خوتي مخاد وصنادل وداك الشيء زعما عادي طبيعي داك الشيء شنو الحوايج اللي بقيتي عاقل عليهم اللي بصح غيكونوا مهمين في التربيه ديال الاولاد شي حاجات الحوايج اللي بقيت عاقل عليهم هو التعامل ديال الوالده ديالي معانا الوالده ديالي ما قارياش وقراتني ما قارياش وقراتني كيفاش وانا ما غنكتشف بانها ما قارياش حتى دازت مود عاد غنعيق بانها ما قارياش تكبرتي كنت كندخل من المدرسه مع سته كتجي كتزرب عليا هذيك ما كتخلي هشام اش عندك اليوم يلا جبد عندك حاضر العربيه يلا جبد كتاب اجي هنا زيد هنا جلس جبد كتاب قرا سمع غوت وانا عند بالي راه تتقرا ما عندها بينات هالي وانا نبدا نقرا وانا مع راسي بسيكولوجيك مو كنغلط كنقول لا خصني نقرا وكنبدا هي كتحس بيا تعتمد كتقول لي عاود هادي كتزقيني صافي ديك كنعاودها وصافي بحال هكا واحد النهار بالتحرميات داز هادي شي 4 سنين 5 سنين وانا نقلب الكتاب شديته بمقلوب وبديت نقرا في شي لعيبه قديمه وما درات ما والو وانا ديك الساعه وانا نقول هذا الله في العشره ولكن كان ترو طار لانه تبتات في هذاك البلان ديال القرايه والخدمه صافي ولات عندك العاده صافي نقدر نمشي بوحدي ديك الساعه ما شاء الله يخليها الله يخلي لكم والديكم هشام انت من صغرك قلتي كتامن انك تقدر واحد النهار تكون ناجح وما غتخسرش وما غتمشيش لشي طريق اللي ما هياش كنظن انه واقع لحد ديك الوقيته كنتي كدير المسرح كنتي كتمسرح بديتي المسرح صغير انت ولا بديت المسرح صغير بديتو في دار بديت دار الشباب بعدا ما كانش المسرح كنا لي زاكتيفيتي راه كانوا دور الشباب والامسيات وداك الشيء مع لي جون وبزاف ديال لي زاكتيفيتي ومن بعد ديت المسرح في الكوليج من الكوليج الليسي فين فريمون صافي داكشي الليسي درنا اون فري تروب في الليسي وشاركنا في المهرجان المدرسي المسرح المدرسي وديت جائزه احسن ممثل في المهرجان وتما قلت هذا هادشي منه كاينه شي حاجه وانا من صغري كان هذاك اللي تيقلد في العائله فهمتيني بزاف تيقول لك كتحلى به قلت صافي تنعوج بنادم فهمتيني معروف بهاد البلانات دونك ملي دزنا في مسرح مدرسي صافي من بعد جات تجربه اخرى مع الطيب الصديقي الله يرحمه اللي تعلمت منه بزاف ديال الحوايج درنا معاه دو بياس دو تياتر
وبوكتف والحراز. الحراز بون هادو تصوروا في دوزيام، صورناهم في دوزيام. وقبل كانت واحد التجربه مع قلت لكم في الليسي مع فرقه ديال كنا درنا واحد لابياس سميتها شضايا مع ايوب العياسي ومع مع 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 الدراري اللي كانوا كيقراو معانا. كنا درنا بها حتى يعني تغني في المغرب. بون من تما بدات المسرح، كان ليه فضل كبير عليا بزاف. شنو الحوايج اللي ربى فيك المسرح اللي خلاهم فيك باقين مع هشام لدابا؟ اللي خلاوني هو الثقه. غادي نقول لكم واحد القضيه ما عمري قلتها. البرامج اللي قدمت في الاول في الديبيو ديال لا كارير ديالي ما كنتش انيماتور، كنت ممثل. كنت مسرح، كنت ممثل، كنت كنقول هذا دور غنلعبو، ماشي غنمشي. ماشي انا ما انا ما دخلش ليا في بالي انيماتور، ماشي انيماتور. كنت كفاش كنجي شي برنامج كنقول هذا دور غنمثلو وكندخل وكنمثلو، وفهمتي؟ دونك المسرح كان هو فريمون لا باس. من بعد كدا تعلم شي حوايج، كدا تكسبهم، صافي كتليبيرا وكتولي عندك الحرفة هذيك الساعه. صافي كتولي جامع ممثل وجامع اعلامي، كتولي انيماتور بوحدها بحر. بزاف الناس تيسحب لهم راه اي حد يقدر يدير الانيماسيون. انيماتور فيها بزاف، منشط برنامج. ودازوا بزاف ديال التجارب اللي حاولوا وما صدقوش، بلا ما نجبدوا سميات ممثلين وكوميديين وحاولوا يديروا برامج وما لانه راه انيماتور كاين واحد اللونغاج ديال العينين ديجا. اللونغاج ديال لي زيو بعدا افون، كاين اللونغاج ديال التامبر ديال لا فوا ديالك، ليموسيون كيفاش كتخرجها في لا فوا، في عينيك، في الجيستويل، في بزاف ديال الحوايج. وهذا الشيء كامل خديته من المسرح، وهذا الشيء كامل خديته في درس مع محمد عفيفي الله يرحمه في الكونسيرفاتوار. خديت معاه درس واحد، تقيت ضيوغ عام، قريت شويه المسرح عام، ولكن ما كملتش لانه ما كملت بوب. بلا ما ندخل في التفاصيل، انا تقيت على قبل عفيفي الله يرحمه، كان كيعجبني في فيها هاملات، كان هضروا بون غون مسيو في المسرح. دخلت عنده درس واحد، كنا أربعة ديال الدراري، دوزنا بواحد وقال لينا شربوا قهوه. قال لنا شربوا قهوه، كل واحد وكيفاش شربها. هو كيشوف هو تيشوف هذا تقلقيل جنتي تقلقيل فينا. دونك كل واحد كيفاش كيشربها. الطاق الاخر قال بنينا هذه القهوه سخونه. انا شديت ديك القهوه درت فيها بحال هكا وانا ندير ما قلت شي كلمه وانا نحط هذيك القهوه في الخواج. ويقول لهذوك الثلاثه قال لهم اجيو جلسوا، ويبقى خدام معايا ساعتين تلما كانا، علمني فيها درس واحد، الحواس الخمس. اي حاجه تديرها في الحياه خاص يكونوا لي 5 سونس ديالك خدامين فيها. قهوه قبل ما تقيسها كتشوفها على العين، قبل ما ملي غتشدها اللمس، غتشم، غتذوق، واش فهمتيني؟ الحواس الخمس ديالك وهكا في اي غول باش تسمع. يلا كتسمع بيان سور. لا كاين انا بيان سور كتسمع. الحواس الخمس ديالك كيخصهم يكونوا حاضرين في اي حاجه كديرها. الا ما كانوش حاضرين راك ما غاديش غتكونش 100%. ما مضبطش ما عرفتش جاوبت على سؤالك ولا لا. ولا صحنا شادي السون من غير لاسين، هبطوا من لاسين، كيكونوا بعض المرات دي زاكتيفيتي اللي كيكونوا زوينين، دوك المخيمات، الشافه، الحياه، ضروري يكونوا عندك ذكريات. المخيم دوزتو مره في حياتي، كانت تجربه بدلت لي حتى هي حياتي. اول مره تنبعد من دارنا وتنبعد 15 يوم. شوف انا مشيت مع المخيم ديال الجماعه الحضريه ديال اونفا وانا صغير، عند بالي راه سافرنا بعيد وحنا راه سيدي عبد الرحمن الكريمي. والله وتخيل انا ولد بورك ولد الدرب الجديد هنايا، وداونا غير سيدي غير واحد الكوليج ديال سيدي عبد الرحمن، عرفتوه تما فين كنا دايرين المخيم، كنباتوا في الاقسام. بون قادوا لي وداك الشيء، وانا في بالي راه سافرنا بعيد. واش كنتوا في اعداديه ديال سيدي عبد الرحمن اللي في؟ لا كنت في كوليج ديال اونفا اللي حدا البومبيه. وقريت 5 و 6 في عمر الخطاب حتى واحد هذا، والباك خديته في مولاي ادريس. داكور. والمخيم فين كان؟ المخيم سيدي عبد الرحمن، عرفتي مالي الببوش؟ مول المزمر. كان واحد المدرسه حدات مول المزمر، فين كانت مريم خدامه؟ مريم شوافه تما، كان ديما تما، كانت تسخر الخط، ما بقاش يشوف، كانت سمار الحركه خدامه مزيان. يا بنادم اقبل، يا ما تكال المزمر والفاخر ما يا ما تكال المزمر مزمر والفاخر قلنا الفاخر غلا ولا كيمشي زيت السيسه ضربات. ما قلتش ما عمرك في شي
منشط مشيتي انت طفل في المخيم لا ما كان ديك الساعه ما كان لا منشط لا والو لا حيت كنت غير غادي احلام والبركة كنكتشف لا ماشي مؤثر لا ما عمرني ما مشيت مؤثر لا حسن الكنيش في غير العادي والله الدراري الصغار كيبرزط انت كنتي مؤثر ودوزنا لا ما مشيتش مؤطير ولكن حيت كنشوف اش دوزت على المؤطيرين والله ما مشيت مؤطير بالله ولكن كانوا شي مؤطيرين ايا مؤطيرين مؤطيرين هشام نرجعوا للاطار نرجعوا للاطار المدرسي مالك انت اليوم شنو هذا النص ديال الدريات انت خليك بعيده تولي بحال مالك نخاف عليك انت مالكم الدريات المهم كمل نرجعوا للمسار الدراسي ديالك هشام ونهضروا على هشام في الليسي كيفاش كان هشام في الليسي في الليسي نقدر نقول لك بانه صافي الليسي كتبدا شويه تنضج صافي تتولي تتفكر في شنو جاي ما تبقاش تفلا صافي الليسي سي الليسي مورا لافاك صافي سالينا زعما ما هادشي اللي بغيت نهضر عليه خديتي الباك من موراه درتي لافاك كيفاش دازت داك الباركور عاوتاني صغير شي شويه في لافاك لافاك كانت تجربه واحده اخرى لانه لافاك كدوز منها لواحد الشكل ديال القرايه لواحد الشكل واحد اخر شنو قريتي في لافاك لافاك درت عام ديال ليكونومي ودرت عامين ديال دروا بوبليك داكور كيفاش جا هاد نعاود لكم هذه قصه واحده اخرى انا باك لاتر اداب داكور كنت مزيان في المواد الادبيه المواد العلميه والمات كنت كنجيب فيه بلا من بلا احراج المات ما كنتش كنجيب فيه المواد هذه قصه واحده اخرى لانه في الكوليج شي استاذ لي عقدك من في الكوليج انا كنت مزيان في الابتدائي وفي لا ترانزيسيون فاش طلعت للكوليج جا عندنا واحد الاستاذ كان شويه ملتزم بزاف ملتزم في المات سكيفي كان كيقرينا في بلاصه المات التربيه الاسلاميه دونك ضيعت هذاك العام ديال الماط وحنا كنا شياطين فاش يكون عندنا شي فرد مثلا حنا باغيين نزهقوا من الفرد كنقولوا ليه استاذ هل يجوز ذبح الاضحيه قبل عيد الاضحى كيسرع صافي مشى مشى الفرد نسى كل شيء فهمتيني صافي داز العام بحال هكا كطرينا والو طلعت للثامنه ناري الثامنه بنادم مقلع في الماط وانا ما عندي والو وانا نتعقد وانا شوي كلكان اللي ما تنرضاش سكيفي بحال بلوكيت في هذيك فهمتيني في المات بلوكيت ما صافي بون في الباك كاع بحالك هادشي اللي كاين هنايا كلشي كيساندك اخويا دونك لقيتي راسك ماشي اين كاع في المواد العلميه سكيفي بدلتي في بقيت ادبي دونك ادبي ولكن تجيكم غريبه ادبي ومشيت درت ايكونومي هذا كان ان تشالنج لانه حنا عارفين بانه الادبيين لو باركور ديالهم كيمشي لافاك كيقرا الدروا كيجلس الارض كيخدم بزاف كلشي تيدير ادبي غير صافي باش يتخبى بزاف قليل اللي تلقاه دير ادبي فريمون مامن بها وغيدير فيها كارير وغيدير فيها فهمتيني دونك انا كنت كنقول ما خصنيش ندير بحال كلشي دونك غنمشي ندير شي حاجه ولو انه غدوموندي واحد ليفور كبير وهذه كنشكر عليها واحد لامي ديالي عمر المسيوي كنشكرو بزاف لانه كنا في واحد لو كونغري ديال لي جون انا جافي كان عندي الزهر في حياتي تلاقيت مع دي جون اللي بدلوا لي بزاف الحوايج بكلمه بجمله بهذا عمر كنت في لا ترانزيسيون من الباك قال لي سان جون قدي قدو وكنا كنهضروا قال لي شنو غدير قلت ليه دفعت لدي زيكول في برا جاوبوني ولكن ما عندناش فلوس والديا ما يقدروش يخلصوا عليا كنت باغي نمشي نقرا على برا وهذا 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 بغيف قلت ليه بقات لي لافاك غنمشي ندير ادبي ويقول لي وعلاش غدير ادبي علاش ما ديرش ايكونومي قلت لي عمر ما عنديش مال قال لي زعما دير لي فور وتقاتل وطحن وما تخباش بحال هكا قال لي غير علاش تخبى سير تقاتل على راسك ساعه درت بحسابه وما صدقاتش المهم جربتي كوميم هاد الكلمه ديالو بتاتخ ما نفعتنيش في هذيك اللحظه كنفعتك حوايج نفعتني في بزاف ديال الحوايج في حياتي من بعد تعلمت ما نتخباش اي حاجه اي تشالنج غنخرج ليه فهمتيني شنو سيوقع غنخرج وغنتقاتل وغندير لي فور حتى غيبان لي الحيط ما كاين والو هنا يلاه رجع صافي برافو لا برافو كتموتيفي والله حلفي بالله والله العظيم الله يبارك فيك شكرا ومن بعد ايكونومي دروا بوبليك دروا بوبليك الوغ دروا بوبليك ومن بعد ليكول ديال جورناليزم داكوغ في دروا بوبليك في لابيريود ديال لافاك دوزنا كاستينغ ديال العالم فريد دونك العالم فريد كان دوزيام شراو ليميسيون من فرنسا اسمح لي قبل انقطعك هشام هنا في هذا المومون واش كتحس براسك ماشي هذا الشيء اللي انت باغي
ما هادشي شنو لا فاك قرايه لا فاك انت كتحس براسك انا قلت لك دفعت دي دوموند لدي زيكول في فرنسا وجاوبوني بهذا كان عندي احلام كبيره واحده اخرى بحال هاد الاحلام كانوا نمشي نكمل قرايتي في برا بحال نقرا غير نقرا مثلا دغوا ولا هذا برا مثلا واش فهمتي نقرا لاغ برا نقرا انا كنت بغيت نولي ممثل على باز ما عمرني ما كنت بغيت ندير الانيماسيون كنت بغيت ندير السينما المسرح نبقى فهمتيني نقرا المسرح نقرا لاغ نقرا هادشي درتي شي بركه لا فاش من التمثيل وداكشي ما عمرو جاك شي عمل متلتي فيه درت واحد دو كور ميتراج صافي ما جاتش شي حاجه لا فيريتي لا ما جاتش شي حاجه داز زوين داز زوين شفتي شي حاجه دخلك بالله زوين انت عايش مشي ريحتي هضره و درتي درتي حاجه درتي ستريس نمشي ندير شي حاجه ستريس لا شفتي لعب دي العاشق ولا شنو هكا توقف حتى مالك الخميس تخيل كنتي واقف كنت لعب ستريس هذا كور ميتراج ديال رشيد حمال اللي توجه لي حتى هو تحيه كبيره دار ان كور ميتراج سماه ستريس قلق وانا لاعب القلق انا هو ستريس ما تنهضرش في هذاك الحوار غير ان جو ديال العينين مالك اخميس هو اللي كيبان خدام في النهار في لاجورني ديالو وانا معاه هنايا حاضر اش 24 معاه كيسوق في الطوموبيل جالس حداه ودير لي بحال هكا كينزل من الطوموبيل انا غادي معاه كيطلع في لاسانسور كيلقاني حداه واحد لقيته ستريس هو لو تليفون زعما كيلوحوا في البحر كندخل انا فازق وكنخرج كنجيبو ليه كنقول هاك زعما راه ما مفكش فيلم فيه واحد الميساج زوين هذا الصون فوق وليد الركراك يكون شاف هذا الفيلم قاصر كنحطك على حمد الله ما يمشي دوك نرجعوا يعني هشام كان فيك كان عندك لاغ كان فيك لاغ انت كتحس براسك راك فنان غتكون كان بزاف دونك حاجه اللي ما خلاتنيش انني كنت باغي ندير لي زاداك المعهد العالي للتنشيط والفن المسرحي من مورا الباك ولكن وهذه تاهي ما عمرني قلتها لا سيتوياسيون اللي كانت في هذيك الوقت ديال الفنان وديال الممثل ما كانش تبشر بالخير بصح بكل صراحه لا سيتوياسيون كانت صعيبه الفنان ما يقدرش يعيش من الفن وكنت كنمشي نجلس شويه في لي كافي في سونتر فيل وهذا وكنشوف الفنانه وكنشوف دي جون اللي كنشوف فنانه اللي انا فان ديالهم تعجبوني في التلفازه وكنشوف مثلا فنان بقيمته بهذا تيتسنى غادي يتسنى واقيلا واحد يخلص عليه قهوه ولا شي حاجه زعما فوالا داكشي ماشي ما زوينش دونك قلت مع راسي ما يمكنش ما خصنيش نسالي بحال هكا دونك ديما كان عندي خصني ندير شي حاجه اللي نضمن بها حياتي وهذا الشيء نديرو باغ بليزير وقت ما زعما المسرح ولا في بلادنا زعما هذه نعمه زوينه تقدر ديرو في اي وقت في اي اج في اي فهمتيني دونك هذا هو علاش ما درتش لي زاداك ولو انني كنت كنحلم ندير المعهد العالي للتنشيط والفن المسرحي درتي في بلاصه ليكول ديال الجورناليزم درت ليكول ديال الجورناليزم لانها جات من بعد ملي دوزنا الكاستينغ ديال عالم فريد بدينا تنديرو لي سكتش ديال عالم فريد فبالتالي بديت في دوزام الو بدينا في دوزيام واحد لقيت وليت نقول وانا واحد الانسان تنامن بالفرص ما تنيجليجي حتى شي فرصه الو فاش تجي شي حاجه قلت لك كنمشي حتى كيبان لي الحيط حتى الحيط هذه الفوق وهذه نصيحه لاي واحد ما تحقر حتى شي فرصه لانه ما تتعرفش القدر ديالك فين كاين ولا شنو مخبي ليك راه فرصه صغيره ولا تقدر تبدل لك حياتك وهادشي اللي عشتو دونك ملي مشينا للعالم فريد صافي قلت بانه بديت في دوزيام بدات من بعد مجرات دوزيام الو علي كاميرا كاشي ديال دوزيام الكاميرا كاشي ديال رمضان وليت كنقول اهدا هادشي راه شاد واش فهمتيني وفي دوزيام باش نثبت لا سيتوياسيون ديالي كان خصني نمشي نقرا باش نجيب ان ديبلوم داكو دونك مشيت قريت 3 ans اجازه في الصحافه وصافي ومن ثم بدات المسيره مشروع حتى انا معكم اليوم نسمعكم دابا لا تبارك الله عليك حنا مازال نديطايو على هاد التجارب المهنيه اللي درتي في دوزام وتا خارج دوزام ولكن نديرو واحد الفاصل موسيقي انت لا تختار بلاي ليست تاع اليوم كله ديالك ويلي هادي ما علمتونيش بها لي زوجي تاع فراغي جيت موجدهم ماشي مشكل دابا ونقدر نكون اولد سكول شويه حنا مشكل حنا مستونيين زعما حنا بغينا الذوق ديالك يكون طاغي في هاد الحلقه اخويا انت ضيف ديرو يلاه ملي انا اللي غنختار اول سكوره تاع الزوار واحد الديسك تيعجبني ديال سموليكس سموليكس بريا ولا لا تيقول فيه واحد البلان ما كانش في خبارهم ها فيت لا ولا واو شوبي ديال شايفين فاش كانوا في شايفين كان كيسحابهم كيعجبني هاد الديسك اوكي كان كيسحابهم تراك ديال شايفين تاع هي سموليكس شحال هادي ما شفناش نشدو به السون وراجعين نكملوا مع مسرار بزاف ديال السكوبات بقاو معنا على اذاعه ام اف ام
باش تزيد تكبر العائلة تابونا ودابا وخليو كومنتار باش نشدو معكم ستون في الحلقات الجاية. وحنا مازالين معكم على إذاعة ما فهم، مازالين شادين ستون مع الضيف الإعلامي الكبير ديالنا هشام مسرور. واخا خويا هشام نكملو معاك، بغينا دابا نعرفو التجارب المهنية ديالك. عالم فريد عرفنا الكونسيبت كيفاش كان، الكونسيبت اللي كان وراه وقيله هو كاميرا النجوم. لا الكونسيبت اللي كان وراه هو كاميرا النجوم. يا كاميرا النجوم كان كيفاش كاميرا النجوم سهلة. كنا شوف فاش كن كيفاش غادي نقولها لكم، فاش بدينا فاش بديت في التلفازة ما كنتش كنتحاسب على فلوس. سيتادير ما كناش كنردوا البال الفلوس، كنا كنبغيو هذاك الشيء اللي كنديروا. دي فوا كنقدر نبقى في دوزيام حتى 12 الليل كنمونطي في شي حاجه ولا جالس حاط تابع شي بروجي ولا مي فريمون باسكو كيعجبنا لا باسيون. واحد الخطره جالسين باقي عقل 12 الليل وكيصوروا في لا سواري ديال راس العام، كان جابوا وائل جسار في دوزيام. هادشي تنهضر واقيلا في 2006 عماد نتيفي هو اللي مقدم. تيجينا ابل من لا ديريكسيون ديال دوزيام، الو هشام وائل جسار كاين ديروا لي شي حاجه. حنا كنا معروفين مفروحين زعما فوالا طلعوا عليه بهذا المعنى، ديروا ليه شي حاجه بغينا صافي. في ديك الساعه اش غنديروا ليه؟ ما موجدين والو، قلنا ما موجدين والو وندخلوا المسرح وهذا امبروفيزاسيون ما كاينش مشكل. اطلق نجري معاك. اتفقنا مع ليكيب كل شيء، يعني متى هو الله يذكره بخير عاوننا. دونك مشى قنع وائل جسار قال لي هذا واحد جوج ديال لي ستاجير هما راه اول البدايات ديالهم وهذا غير باش يقبل انه يجلس معنا. جلسنا في واحد لالوج صغيره، عطي مول الصوت معانا، كاميرامان معانا، عماد نتيفي حتى هو كيحل ويسد الباب، داك الباب كيدير واحد الصوت، مول البيرش كيضرب واجسار كيضربوا بلا بيرش. انا جالس كنتهجى وشمتيني الروينه نضت في داك الروينه نضت في داك البلان. ما عرفناش شنو صورنا من بعد مونطينا داك الشيء، جا زوين، جات زوينه تضحك صافي. دوزوها في راس العام ويقول لك هذا بلان زوين، علاش اللي ما نديروش في رمضان؟ وبدينا خدامين على كاميرا النجوم. هي بس خرجات خالد بلال هادو كنا كنستغلوا الحلقه ديال الخياري هربان. الحلقه ديال الخياري كنا كنس سي خياري داز زوينه تاعو. ومن موراها جا كونسيبت تاع ستارا كازيبي. ستارا كازيبي كاميرا النجوم جوج ديال لي سيزون. ستارا كازيبي هشام معلوم سكتك اخويا هشام يزيدوا على الزندوخان. بلاش ورا لبنان خاصك تقولها بطريقه لبنانيه. وانت راه قلتي المغاربه شنو غيسمعوا؟ ستار اكاديمي. لا ستار كازيبي كيقولوا لها بحال هكا. ما ماشيش لبنان دوي دوي ما ماشيش لبنان ما فاهمينش فيه. لا ما ماشي المغاربه شنو غيفهم داك اللي قلتي ولا لا؟ شناهي؟ شحال راه خرجتينا اللعيب ووالدينا كيتفرجوا في هادشي. ما قلتش شي حاجه. قلتي الحاج راجل لما الحاج ما ذكرتيهاش. سير ودي خلينا نكملوا. سير اخويا يسوم. دوك ستار اكاديمي حتى هو. ومن بعد من بعد جا تاكسي 36. اييه شاو اختصر عليه خافني نقول لها شي سمية اخرى. لا لا ما بقى والو. من مورا ستار اكاديمي كان تاكسي 36. دونك بقات غادي التجارب بحال هكا. وكيف ما قلتي كيكون كتكون الشغف كتكون لا باسيون. وانت في خضم الشغف زوين هذه في خضم الشغف ما كتبقاش تحاسب مع الفلوس. يعني نفس الصالير تقدر دير به ست لك كونسير. ما تتفكرش. شوفي انا نصيحه لاي جان ولا اي شاب بادي حياته، الا كنتي تتفكر في الفلوس من الاول ما عمرك غتوصل لهم. دير داكشي اللي كتبغي، ديرو مزيان، استمتع وانت كديرو، كلشي غيجي معاه. سمعتوا؟ كلشي غادي يجي، غادي يجيو الفلوس، غادي يجي كلشي. تسمع كمل لهم زيدهم اخويا هادشي زوين اللي كتقول. والله انت كنهضر. امتى هشام وليتي كتفكر في الفلوس؟ امتى كان خاصك ملي تزوج؟ ملي لا ماشي حساب لكم راه تتزوج يعني فاش كتدخل الزواج. شوف هادشي تنهضر لانه ما كانت عندك لا مسؤوليه لا والو. فوالا الحمد لله عايش مع والديا زعما. كنقرا عايش مع والدي مستوره والحمد لله. واش فهمتيني؟ ماشي داك هذا ولكن ما نقصني والو. ديال راسي عادي عاجبني الحال. بحال واحد غيمشي يلعب ماتش مع ولاد دربهم. انا كنمشي لدوزيام كنصور وكنستمتع. ومن بعد بشويه بشويه حتى الامور كتثبت، حتى الامور كتجي وكلشي تيجي، كيجيو الفلوس، كيجي الشهره، كيجي كلشي الحمد لله. في 2012 غادي تزوج ياك هشام؟ بالضبط في 2013. في 2013 عاودنا على القصه اللي جمعتك بامل، قصه الحب. كيفاش تلاقينا؟
هذه هي اول مره غنعاودها. قول لينا كيفاش تلاقينا امل دايوغ؟ ماشي بنت هنا، ماشي، هي مغربيه ولكن زايده وكبره في فرنسا. اوكي، دونك حياتها كلها عاشت تما، والديها تما، اخوتها تما، عائلتها كلها تما. عندها جزء قليل من العائله ديالها هنايا، ولكن والديها وداك الشيء كلشي عايش تما، دونك عاشت كل شيء تما. كان عندهم ان جروب ديال ان جروب دامي ديالهم هما انفام مغاربه عايشين تما، ولكن كانوا كيجيو كيديروا دي زاكسيون ديال الخير هنايا. كيجمعوا مثلا دي الشاز ديال المعاقين مثلا، ولا عكاكاز ولا ماتيريال ولا هذا، وكيجيو كيفرقوه هنايا. دونك انا في الاول امل صيفطت لي ميساج باش كان عندهم واحد ليفينمون في بنورشد ديال الاطفال المرضى بالكونسير. اييه، وكان عندهم ايفينمون غيفرقوا بزاف ديال لي جوي وغيعطيو شي حوايج لهذوك لي زونفون، لهذوك الوليدات. وقلت ديك الساعه في ليبوك ديال تاكسي 36 قالت لي، صيفطت لي ميساج قالت لي راه بغينا تكون معنا، راه الوليدات غيفرحوا وهذا وهذا. وانا هاد اللعيبات كنديرهم زعما كيعجبني نمشي لهذا الشيء ديال الخير وهذا الشيء ديال السوسيال وهذا كيلقى عليك بزاف ديال الحوايج. بصح قلت لها مرحبا غنجي افيك بليزير. ها صافي، جيت نهار ليفينمون ومشيت. واش في داك الجروب ديالو ما شفتش زعما ما امل ما شفتش فيها باش نتفاهموا، هذاك النهار والله ما شفتها، ما داش الكورون ديك النهار. لا ما مشيت دوز وقيته زوينه، عجبني داك الاسبري اللي بيناتهم، داكشي اللي جابوا للوليدات. داز ايفينمون زوين، الوليدات فرحانين ناشطين. ما عقلتش شكون اللي مشى معايا في صحابي حتى هو. دوزنا ليفينمون اللي ساليت، وانا نقول لهم قلت لهم الا عندكم شي ايفينمون واحد اخر عيطوا لي، راه عجبني هذا الشيء، برافو عليكم وشكرا. ومشيت. ملي مشيت بقينا وانا قاعدي كونتاكت، كنوجدوا لهادي كنوجدوا لهذا غنهضروا شويه. بدينا تنهضروا صافي، بدينا تنهضروا بدات تعاود ليا، بديت تنعاود ليها امي ما كاين والو زعما. اوكي، ما صافي. فخبركم واحد القضيه، لحد الان ما عمري ما قلت لمراتي امل واش تزوجي بيا، ما عمري قلتها لها. كيفاش جات جوجنا درنا وليدات؟ ما عمري قلتها لها. صافي هضرنا تفاهمنا، بدينا كنتفاهموا صافي. زعما ملي لقينا بانه رحنا في نفس البلان في نفس البلان، صافي بقينا صافي. حتى واحد النهار والديها جايين في الصيف، قلت لها راه غادي نجي انا والوالد والوالده وعلمي الدار وداك الشيء. صافي مشينا كلاسيك، جلسنا معاهم، داز داك الشيء زوين بخير. صافي الصيف الاخر درنا العرس، صافي جلست معايا هنا. صافي هادشي اللي كاين. زوينه زوين، داز كورون زوين. دونك فيت قلت في واحد التصريح واحد اخر، في الاول ما زعما ما تزوجناش عن حب، فهمتي؟ ماشي ديك في الاول تزوجنا بالعقل فريمون. دونك يعني قلتي هشام هذه المره اللي مناسبه القرار فاش خديته بعقلي، ماشي يعني اناليزيت لا بيرسون، حتى هي جو بونس اناليزاتني مزيان وعرفنا بانه راه. كيفاش كيكون داك الزواج العقل؟ كيفاش الزواج العقل ما تيكونش فيه ليموسيون، كيكون ديطاي مزيان، كيكون عدة شروط وبقى متوفرين. شوف لو شوا ديال العقل كيكون ديما جوست. ليموسيون كيقدروا يكذبوك. بليموسيون بالقلب كتقدر تميك على شي حوايج، وهذوك الحوايج هما اللي كيقدروا يوليو سبب المشكل. ولكن العقل ما يمكنش تنقز لعند التران، ما يمكنش تدوز في السكه. العقل غيقول لك لا، يمكنش تلاح من شي لعيبه الا العقل تفروح، واش فهمتيني؟ الخطر ما يمكنش تمشي ليه بعقلك. فلو شوا ديالك فهكا حتى هو تخدا بالعقل. لا بيرسون كيفاش دايره، واش فيها دوك لي برينسيپ اللي باغي، واش انا فيها دوك لي برينسيپ اللي باغا، واش كنشوف فيها الام ديال ولادك، فوالا الام ديال ولادك، واش من القدام، واش بزاف ديال الحوايج اللي عندي اللي لقيتهم بعقلي. ومن بعد مع العشره وهذا كيجي الحب. والدينا تيقولوا تيقول لك الحب تيجي مع العشرة. و سي فري زعما، ما غاديش نقول لكم كنتسطع على مرتي دابا. وتقاتلات معك ماشي تقاتلات معايا. سوف نستغلوا هذه الفرصة وجعل رسالة. ها هي قدام هي في الكاميرا كتفرج هضر مع اخويا، هي غتاخد وقول له واش الفرصة انا مستغلها، لان انا غنمشي دابا نقولها لها. علاش غادي علاش؟ بس بقى بس نهار. شوف انا امل تقاتلات معايا بزاف، صبرات معايا، لانه تزوجنا تقريبا في 2013 ما كان والو. يلاه كنت شاري داري زعما شاريها، كنت شريتها ولكن ما فيها حتى شي حاجه، فلوسي كاملين حطيتهم فيها. فا ايماجين صبرت معايا على بزاف ديال الحوايج، صبرت معايا على ما كاين والو في الدار، صبرت معايا على كنا كناكلوا على كرتونه ديال ماكينه الصابون حاطينها، ما عندنا والو، عندنا بيت النعاس وصافي. زعما صبرت معايا على بزاف ديال الحوايج، وهي اللي كبره في فرنسا، فهمتي؟ بواحد واحد المونتاليتي اخرى وشمتي. ولكن صبرت معايا حيت عرفتني انا راجل. وكيفاش قنعتي؟ لا حيت عرفتني شافت فيا انا غنكون معاها، ما عمرني زعما ما غنفوتهاش، ما غنضيعهاش، ولا فيغيتي فوالا زعما. كيفاش قنعتي هشام تسكن في المغرب؟
تيتيزا طيحتيها. لا كيفاش قنعتها؟ هذا سؤال مزيان، لانه في الاول كان هذا شرط من الشروط ديالها، قالت لي نتزوجوا نسكنوا في فرنسا، وانا انا اطاشي المغرب بزاف، ما قلت لها انا هذا هو الشرط، قلت لها الا بغيتي نتزوجوا غنعيشوا هنا، زعما تعيشي معايا زعما. وهذا كان هو اول امتحان، لانه كون ما قبلاتوش ما يمكنش ما غتصبرش معاك على داكشي كله. ومادام انها قبلات وخلات سافامي وخلات هذا وجات عاش معايا، الا وصافي صافي عرفت بانه راه معاك، كتولي انت هنا هو عائلته هو كلشي. لا الواحد اللي غيخلي بلادو فين عاش وغيخلي عائلته وغيجي يعيش معاك في واحد البلاد اللي ما تعرف عليها والو، تيكتشفها غير واحد 10 ايام في الصيف، راه تضحيه كبيره، راه غتعرف بانه هذاك بنادم غيموت وغيطيح وغينوض معاك، خاصك تكون انت كتستحق. فوالا ما عندكش الحق في الخطا. واخا من الزوج غنمشيو للاب هشام. الاب كيفاش يتعامل مع وليداته؟ مريم حنينه ضعيفه مسكينه. كيفاش كنتعامل مع وليداتي؟ كنتعامل معاهم عادي، زعما ما كاينش القمع، ما كاينش ديك الحوايج اللي كبرنا بهم ديال سكوت ما تهضرش. انا ولدي نكونوا في جروب في مجموعه ديال الناس جالسين ويبغي يهضر ونسكت كلشي ونقول ليه هضر، واش فهمتيني؟ زعما كنتعامل معاهم عادي، زعما كنعلمهم الاحترام بيان سور، ولكن كنتعامل معاهم عادي، كنلعب معاهم. شنو تحاول تربي فيهم؟ كنحاول نربي فيهم اولا القناعه والطموح. القناعه لانه انا ولدي ما نفششهمش، كتقدر نجيب لي اون سوسيت كيفرح بها، دايره درهم ندخل يفرح، كنعلمو يفرح سلمى ولا اصيل من صغرهم وبحال هكا كيفرحوا بحوايج صغار، ما خصنيش نشري ما عرفت شنو باش يفرح. نقدر غير شي ان بونبون ولا شي حاجه نجيبها معايا، شوينغوم ولا شي تخربيقه صغير، ولا غير ميخي صغير وغيطيروا بالفرحه. وهادو حوايج مهمين، الا ما كنتيش كتفرح بالحوايج الصغار غيكون عندك مشكل مستقبلا. دونك هادو هما الحوايج اللي كنحاول انني نربي فيهم. والطموح والطموح هذاك ما تنقولوش ليهم، هذاك خصو يشوفوا فيا، لانه بلا طموح ما كاينش حياه. الا ما عندكش طموح ما حياتك واقفه، زعما خصك تكون طموح. فاش نقول لك طموح ما يكونش عندك حدود، كاينين دي زوبجيكتيف اللي كيكونوا ايتينيابل كنقدروا نوصلوا ليهم، وكاينين دي زوبجيكتيف اللي خصهم يكونوا عندنا واخا حنا عارفين بانه ما غنوصلوش ليهم، مي خصهم يكونوا، حيت هذوك لي زوبجيكتيف فاش غتوصل ليهم حياتك سالات، حياتنا غدا باهداف. فاش كنفقدوا الهدف صافي ما غيبقى حتى شي طعم. حنا كل واحد عنده اون غيزون، الا بغينا نسولو هشام عنده اون غيزون، انت عندك دي غيزون، زكريا عنده دي غيزون، كل هادوك لي غيزون الا وصلتي ليهم شنو غدير من بعد؟ فبالتالي خص ديما يكونوا عندك دي غيزون وحدين اخرين اللي بوتيتخ بوتيتخ نقدر نكون كنحلم نكون رئيس ديال فرنسا. ماشي مثلا ولا ما عمرني وصل لها، ولكن لا المهم كتبقى تخليك انك زعما فيفون، كتحس براسك بلي راه باغي دير واحد الحاجه ولا عندك واحد الهدف باغي توصل له. اكزاكتومون سي تري تري امبورطون، مهمه بزاف. تحيه للزوجه ديالك ولوليداتك الله يخليهم لك. هشام وليداتك الا مشاو للصحافه تقدر تخليهم ولا تاثرهم وتبغيهم يمشيو شي لا نخليهم. شوف انا تنامن بواحد القضيه، سكو ولادي ما بغيتش نفرض عليهم حتى شي حاجه، غادي نعطيهم لي باز يعرفوا شنو اللي مزيان شنو اللي ما مزيان شنو الحو وابخي. حيتاش شوف بالنسبه ليا الا كان وهذا الشيء اللي عشتو انا مع والديا، الترابي ديالنا هي اللي خلاتنا اننا انا ما عمرني كميت ما عمرني شربت ما عمرني والو، زعما ما عمرني تبليت حتى شي حاجه، بورتو عشت في بيئه اللي كيتباع كل شيء حدايا. فهمتيني زعما علاش؟ لانه ليدوكاسيون الترابي هي، حيت شوف حنا في واحد العالم اللي اي واحد يقدر يضيع فيه، ولكن الا كان الساس ديالو سوليد وكان ثابت فين ما مشى ما تخافش عليه. فانا كنحاول نثبتهم بهذا المعنى على دي برينسيپ، على واحد الخط التحريري الا بغينا نقول هو ها هو الخط التحريري ديالك، وسير دير اللي بغيتي. ولا بغاو يمشيو للتمثيل، وخاصه انت كنتي قبل وشفتي ان ما فيهش. دابا لا سيتوياسيون تبدلات وباقي الممثلين كيخرجوا وكنشوفوا. لا دابا الممثل اللي تيخرج وتيبكي الكاش يطلع مشكل ديالو ياك، تنظن اللي تيخرج دابا وتيبكي مشكل ديالو، لانه انا تنعرف ممثلين تبارك الله اللي واصلين اللي زعما اللي تبارك الله ولاو لي برودكسيون ولاو لي كاشي ولاو ولا الممثل ولا محترم، واش فهمتيني زعما لا فيغيتي. ولكن اللي حيت في اي ميدان راه تلقى الطبيب وتلقاه كيبكي ما خدامش مزيان ما تيجيبش عنده لي كليون، دونك مشكل ديال من ديال الطبيب
كلهم طبا هذا خدام عامر وهذا ما تيجي عنده تيجي عنده واحد في النهار دونك مشكل ديال من ديالو فإلا بغاو يديروا التمثيل بيان سور ما نخليهم انا غير مؤخرا كنت فواحد لانيفيرسير ديت سلمى بنتي ديال واحد الصديق ديتها هي واصيل وفاجاتني اول مره ناضت تتشطح دوفون طول الموند مع لي زونفون ما شاء الله ناضت تتشطح وشمتي وانا بيني وبينكم قلت هيا شكون كيدير انا نقول هشام هذا الا درتي شي حاجه تقدر تاثر عليها خليها كيطرافك هاد بيان سور شوف كنبقاو مغاربه كاينين شي حوايج تربينا فيهم تربينا عليهم تيخرجوا لك دي ريفلكس تي بحال مع الجلبه هادو تيخرجوا لك واخا نسولك على هشام الكوتش ديال الفيتنس انا ماشي كوتش كنشوفك اخويا شوفك اخويا ستوريات ستوريات كيعجبني السبور كنتريني ديما كيعاني معاك كومي كيعاني معاك لا كومي قوي صح كومي لا كنتريني كومي هو راه قال لي راه نغلبهم بجوج زعما في الاخر لا قلت لك قوي صح انا ما عرفتك الاكسترا وجو اخويا لا هو عارف اش كاين بصح صافي لا انت وكومي علاقه طويله في جمعنا السبور لا فيريتي تا عمر تا دروس تا في الاول تلاقينا في السبور تلاقينا في الاصال الدود دود فايز دقتي الدود داك البروتيين هذوك التكويدات ديال كومي فايز دقتهم مقرملين هشاش والله لا في خبارك شبعاني البروتيين والله العظيم واش ما كنت دقتي الفاع وتشوف لا هذاك الدود هذاك الدود ماشي هو اللي تيكون في هذاك الدود ديال ليلفاج سبيسيال هذاك مربي هذاك من الاول من الاول الكونسوماسيون والو هشام واخا هكاك دود ما كاين ما ولكن بصح بنين المقرمل هو فونفيت بحال فهمتيني والله الا مقرمل بحال الميطه من بعد باش يوكاوا واخا هشام دابا انت وسط واحد جوج في الراب واخا جا معكم سبور كاين كيأثر عليك الراب كيعجبك شويه كيعجبني بزاف الراب ديال المغرب كيعجب الروابا ديال المغرب كيعجبني الموفمون كيفاش ايفولوا والدراري كيفاش ايفولوا الصراحه نيفو هرب بزاف انا تنفتخر بهم كاملين لانه اون كومبارون مع مثلا دابا الا بغينا نقدر نقولها زعما الدراري هربانين على فرنسا بزاف فهمتيني زعما كنسمع شي حوايج وشي شي موسيقى وفلو بزاف البلانات زعما ريسبي والله اوكي يسام ندير واحد البوز وانت اللي غادي تختار الموسيقى ديالو كاين تختار جوج تراكات تراك ديال الراب تراك ديال الراب تراك اهداء الزوجه ديالك غنشوفوك في الرومانسيه واخا من الراب الرومانسيه في الرومانسيه غادي نهدي ليها ثلث الخالي ديال عبد الوهاب الدكالي غتكون الحلقه الثالثه خلينا تبارك واش عرفتوا ولا ما عرفتوش كون في الديسك تاع ما عرفتوش لا لا تخلي لنا شي حاجه احنا في السيما لا ان شاء الله تتقدم سيدندانا بايسه سيدندانا لا ماشي صعيب هذه الاغنيه حجبوك العدا يا ولفي حجبوك العدا ترررن ونار السوق يا ولفي ما بغت تهدى يا ربي تسمح لي كان داعي طوطاي ولي داعي نحن علاش تعجبني تحية كبيرة تحية كبيرة علاش تعجبني تعجبني الغوفخان ديال لو بناو عليك صور نهدو بدراعي الله كاين صويت لا كاين صوت والله لا كاين صوت ندير شويه من الخالي حيت سخيله فيها شي ثلث ساعه شي 13 يوم ندير غير بارتي فيها والراب لا فيريتي نقول مالي فناير تعجبني نقول مالي اوكي فناير والدكالي غنشدو بهم السون على اذاعه اما فهم وراجعين لكم باش تزيد تكبر العائله تابونا ودابا وخليو كومونتير باش نشدو معكم ستون في الحلقات الجاية وحنا مازال على إذا عشان ما فهم مازال نشدين ستون مع هشام مسرى كل يبي يستوني من هنا من الأول صراحة يعني أنا كتحول إين ياك كتحس براسك إين وشوف كيفاش كيبان ما تحقاش أنا معاناة رجعت معك يا زكريا ديك بلاصة والله العظيم راميد جالس وصلنا للفقره ديال لي تشالنج مريم قالت لينا والو عندي واحد تشالنج خاص غادي نقترحه على هشام وعليكم شنو هو التشالنج أيه؟ على داك الكاسك فيه اغنيه مطلوقه داكو ولكن انت ما غاديش تغني مع الكاسك غتغني اغنيه اللي غادي نعطيك اللي هي اهواك دابا خصك تغني اهواك دابا خصني نغني اهواك واش خصني نغني اهواك
كتسمعوني؟ كتسمع نبدا هواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك بلات والله انت غادي مزيان والله انت كنتي غادي والله انت كنتي غادي مزيان بلاتي هذا سولي نتوما غادي اش ديروا تبيع لا لا والله الا كنتي غادي مزيان بالله والله انت غادي مزيان بلاتي نعاود نعاود يلا دا تلقى لي بيونسي دابا انا بغيت نركز زعما الاحساس بغيت نقلب على الاحساس بلاتي اخر محاضرة لا دابا والله يسعد دابا غنخدم المسرح يلا قسم راسي وعلي يلا 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 سي هشام يلا خدم المسرح ديال سي يا سلام الله بلاتي تيست تيست اندو تيست 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 اندو اندو أهواك واتمنى لو أنساك وانسى روحي وياك وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني أنساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأعيون فكراك زوروني كل سنة مرة يلا كفرت الضحك والدراري يلا crazy in love زوروني we go back to how we was دخلي زوروني ماشي زوروني كل سنة مرة ترجمتها بلونجي اي 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 زوروني كل سنة مرة حرام يا سلام تنسوني بالمرة حرام تنسوني بالمرة أنا ضويت عليك أنا أشعلك الضوء حيت كنخاف من الظلام ستارلايت على ستارلايت برافو مريم لا والله ما سهلة لا برافو عليك اكزيرسيس صعيب برافو عليك هذاك ما غنغنيش مزيان دونك انا بعيد على التشالنج لا انت زكريا غتغني مزيان حيت اصلا ما كتسمعش كتغني انت غادي صعيبة صعيبة عاودي شي وحيدة صافي مشينا واخا يلا لونتخي ولا صافي ليلي طويل ديال الميغري تتعجبني شي مع لينكين بارك كتشغل واحد يا يلا سير كونتراست كاين يلا سير صافي واحد جوج ثلاثة ما كتقدرش ما ديرش بحال هكا ليلو قصير ليلي طويل ما عنده نهاية وشمعي قليل ولوني سمعايا ليلي طويل ما عنده نهاية وشمعي قليل ولوني سمعايا والله انت كاين 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 ولكن شوف كيما غمضت ودني ياك غمضت ودني ودني صافي والله انت كاين برافو يلا صاحب هشام غتغني لينا هيدي دير كاس دير كاس كاميرا مدرستي الحلوه مدرستي الحلوه واو يلا 3 2 1 بام مدرستي الحلوه مدرستي الحلوه مدرستي جنه فيها تربينا
قولوا معانا يلي تحبونا مدرستي جنة فيها ترب لا مدرستي الحلوة كيشت زور مدرستي الحلوة مدرستي الحلوة حلوة مدرستي جنة فيها تربينا قولوا معانا يلي تحبونا تحيا مدرستي أمي الحنونة برافو عليك والله بالعكس الدومين عطاك في داكشي ديال العدادات في الاول مريم البكيه ديال طاليس صلاح وفاجي مي برافو عليك عيسى والله الا برافو زعما انا راسي خصكم تسمعوني نسمعوك والله عندك صوت واعر ان انكر الاصوات ايوا بنت قرون لا صوت الحبيب هشام حيت بقينا في الموسيقى وفي هذا نهضروا على البرنامج الحدث اللي هو ستار لايت عاودنا على التجربه ديالك عاودنا على التجربه ديالك في ليميسيون في البرنامج الجديد الاصوات الجوري قربنا كثير تجربه كبيره لا فيغيتي تجربه اللي مختلفه على كاع داكشي اللي درت كاع دوك لي زيميسيون اللي قدمت في قبل برنامج ستارلايت كيف ما قلتي برنامج حدث برنامج بمقاييس عالميه وشي حاجه جديده وشي حاجه جديده ما عمر شي برنامج دار في التاريخ ديال التلفزه المغربيه ولا في شمال افريقيا بهذه المقاييس وبهذا الشكل وبهذا الحجم برنامج كبير بزاف برنامج مغربي 100% وهذه هي المفخره الكبيره لانه اول مره في تاريخ التلفزه حنا شحال هذه كنا كناخذوا دي فورما من برا وكان ادابطيوهم لينا هنا كنشريوهم وكان ادابطيوهم مثلا جزيره الكنز ذكر فاس اكسبريس ماستر شاف هذو كلهم دي فورما اللي كاينين في العالم هذه اول مره برنامج كيتكريا فرونسيز دوزين يعني مغربي 100% والهدف من بعد انه يمشي للعالم يعني يقدر يشريوه دول وحدين اخرين داكشي اللي كنا كنديروا غيوليو ان شاء الله هذا هو انا اللي عجبني في هذا الكونسيبت هو ملي شفت الدري اللي كان غنى نوطه ديال ديزيدروس حطام وشكون قدامه في الجوري نعمل الحلو وكان التفاعل بحال حسيت انكم جمعتوا ثقافات ديال المغرب كاملين في بلاطو واحد اكزاكتو واش كانت مخدومه هذه القضيه بيسيور كانت مخدومه والهدف من 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 اللجنه هو هما تبارك الله عليهم كل واحد متميز بكارير ديالو وبشكلو باللون ديالو ولكن هذيك التخليطه مقصوده لانه كل واحد كيمثل الجمهور كل واحد كيمثل لون موسيقي كل واحد كيمثل موفمون فكل تلقاهم كيكملوا بعضياتهم فسي فري كو زوين اننا نشوفوا ولو انه نعمان راه اكثر واحد كيتفاعل مع هذه الالوان مثلا ديال راه دي فوا حنا كنحطوا لراسنا دي ستيريوتيب غير كنكلاسيو بنادم في واحد الشكل غير من ربما من خلال كيفاش كيهضر ولا هذا مي الا جيتي تجلس معاه بوتيت ولا هذا غتلقاه لانه فنان بصح فالفن ما عندوش حدود كوسوسوا في الذوق ولا في اي حاجه بصح والقضيه اخرى ما عرفتش هي واش خدمتوها ولا جات هكا لا اي حاجه درناها خدمناها الفرنسيه ما كانتش بزاف كانت الانجليزيه وشفناها في لا هذه لا فيغيتي كانت سبونطاني ما كانش اراده بانها تقال بان بالعكس برنامج حنا كنا دايرينه بالدارجه بالعربيه المغاربه كاملين ولكن العفويه ديال اللجنه ولا ديال لي كونديدات هما كيهضروا بالانجلي وهذا تيعطينا واحد النبذه على 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 الشكل دابا اللي ولينا غاديين فيه المغرب الجديد بتدخل وقيلة الفرنسية ولات متجاوزة وهذا وقت الإنجليزية وكنشوف بأنه كاين موفمون كبير ديال الناس اللي كيطالبوا باش تولي الإنجليزية هي ربما كاين موفمون كيطالب بأنه الإنجليزية تولي هي اللغة الثانية من مورا اللغة العربية في المغرب بصح شكون ربح اخويا هشام واللي خلص قراص غادي نفاجئكم وغادي نقول لكم بأنه ميم انا ما عارفش شكون اللي ربح صح. والله العظيم انا حلفت حتى واحد فينا ما عارف شكون اللي ربح لا انا لا اللجنه ما عارفين شكون اللي ربح غادي نكتشفوا شكون اللي ربح نهار الفينال والفينال غيكون مباشر لا ماشي مباشر تسجل وبقى في غير البارشي ديال شكون اللي ربح ولا دابا جاتكم غريبه انا غادي نسرها لكم حصريا الله دونك لا فينال تاهلوا فيه خمسه المشاركين
خمسة ديال لي كونديدا هما اللي داروا الفينال. هذوك الخمسة كان حاضر معنا نوتير، كان حاضر في في اون لوج في دوزيام، عنده ان اورديناتور اللي مبرونشي مع مكونيكتي مع لي لي كوموند اللي عند الجوري واللي عند الجمهور في البلاطو. أيه. اللي هما اللي صوتوا اختاروا شكون هو النجم ستارلايت. اوكي هذاك هو بوحدو اللي توصلوه لي ريزولتا. دونك وصلوه لي ريزولتا الكلاسمون ديال هذوك لي 5، هو خدا دوك لي ريزولتا صورهم كتب ان رابور ومسح هذاك الشيء كامل. يعني هو لحد الان اللي عارف. دونك غادي يقول لينا حنا، ماشي حنا، شخص واحد في القناه الثانيه اعطاه ثلاثه الاولين. اوكي ثلاثه الاولين دونك صورنا معاهم على اساس انهم هما اللي ربحوا. كل واحد بانه علمناهم بانهم قلنا لهم انتم ثلاثه واحد فيكم هو اللي ربح، ولكن نصوروا معكم على اساس كل واحد راه هو اللي ربح، وصورنا دي فيرسيون على اساس كل واحد هو اللي ربح. واو. وحنا ما عارفينش حتى لدابا. دونك في الفينال في لا ديفيزيون غادي يجي هذاك النوتير غيجيب لونفلوب وغادي يعطيها الناس اللي على لا ديفيزيون اللي مسؤولين على على المونتاج وهذا، وغادي يديروا لا فيرسيون ديال لو غانيون. غادي نسقوها في ليميسيون وغنكتشفوا كاملين. وهذه فكره جديده. هذه فكره باش باش تبقى المصداقيه ديال البرنامج وباش زعما فوالا باش ما تخسرش البي ا دي وما ونبقاو متبعين البرنامج ونعيشوا كاملين التسويق حتى حنا. وهذا هو اللي زوين لانه ستارلايت انا عايشه بصح، عايش عايش ليكسبيريونس. فاش تشوفني جالس مع لي فامي كنتبع كنتبع الغناء كنتفاعل مع هذا ضوا هذا ما ضواش ناري واش ما غيضوا شمتيني كنعايش لي جوري. كيفاش كيفاش تختاروا؟ وا جوبونس هذه مساله اللي خدمت عليها القناه من قبل، لانه ستارلايت تقريبا راه اكثر من واحد 7 شهور ولا 6 شهور ديال الخدمه وقيل اكثر قبل من خدامين بزاف باش باش كيوجدوا باش كيوجدوا البرنامج. كيفاش تختاروا؟ فربما كانوا مقاييس اللي حتمهم الشكل ديال البرنامج، فحاولوا انهم يجاوبوا على هذه المقاييس، وبالتالي هذا الشيء علاش وقع الاختيار على كل واحد. شوف تجربه واعره. انا كما قلت لك اللي عجبني بزاف فيها هو اننا شفنا بزاف ديال، حتى كنشوفوا مسابقات ديال الغناء كنشوفوا شي لون غنائي اللي طاغي سواء في المغرب سواء في الخارج ولا المشارقه سواء في اوروبا. في المغرب في ستارلايت شفنا ان جميع الاذواق مسموح تغنى، وخا الجوري كما قلتي بحال الاستاذ نعمان الحلول اللي تبارك الله فنان في اللون الموسيقي ديالو، فنان في الوان اخرى، فتفاعل مع ديزي دروس وكيتفاعلوا مع الاغاني تاع جايلان. فعجبني هذا الفيوزيون، عجبتني. برافو لكم اخويا. غادي نشوفوا غنشوفوا مواسم اخرى ولا ناوينا موسم واحد؟ دابا لا فيغيتي ما عندي حتى شي ما عندي حتى شي معلومه، ولكن كنظن ان شاء الله غادي يكونوا مواسم ان شاء الله. ان شاء الله عندك شويه مع كوره؟ شويه عندي شويه مع كوره. شوف التذكير، حنا راه كنسجلوا الحلقه قبل ما يلعب المنتخب ضد كرواتيا. حنا تسجلنا الحلقه وراه ما لعب المنتخب مع جورجيا. مع جورجيا يعني حنا غدلي زكريا عنده واحد تشالنج. حنا بعدا غندويو قبل ما نمشيو للتشالنج هشام، ندويو بعدا مع هشام السرار ويعطينا التوقعات ديالو، شكون اللي كاش كاليفي المغرب ديز ولا ما ديش، شكون اللي كيبان لك غيديها في الجروب ديال المغرب. في الجروب ديال المغرب صعيب. كندا بلجيكا نبداو من الجروب ا. جروب ا شكون اللي فيه؟ قطر اها، كاين الاكوادور اها، كاين هولندا، كاين السنغال. قطر الاكوادور هولندا السنغال والسنغال. قطر البلد المنظم مزيان، يدوز يدوز هو الاول ولا الثاني؟ تنظن غيدوز هو الثاني. تنظن غيدوز هو الثاني. دونك باقى الاكوادور هولندا والسنغال. الاكوادور هولندا والسنغال. السنغال بالعاطفه غنقول لك غدوز زعما بالعاطفه، ولكن ما كاينش ساديو ماني ما لعبش، فتنظن بانه هولندا غدوز هي وقطر. هي وقطر. هولندا وقطر في هذا الجروب تنظن. هولندا وقطر في المجموعه الثانيه اللي فيها تتوثقي مريم كتوثق. المجموعه الثانيه فيها انجلترا، الانجليز، ايران، الولايات المتحدة الأمريكية، بلاد الغال. بلاد الغال الويلز، داريش بيل. الإنجليز تنظن غيدوزو، الإنجليز وميريكان. ترتيب ديالهم الإنجليز وميريكان، الإنجليز وميريكان هما الثاني. واخا المجموعة الثالثة، المجموعة الثالثة فيها الأرجنتين، أيه، السعودية، الله، مكسيك، وي، بولونيا. بعد الأرجنتين ميسي آخر كوب دو موند ديالو. أنا كنت أتوقع بأنه غيكون شي ميسي ما عمرنا شفناه خارق. فينيش دابا السرعة النهائية، الأرجنتين غيدوزو تيت دو جروب تنظن.
السعودية مع إغفي غونار وي مزيان، ولكن غادي 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 يديروا ماتشات زويونين وما غيدوزوش. شوافه هشام شكون اللي كاين عاوتاني؟ قلت لي بولونيا والمكسيك، كنظن الارجنتين والمكسيك. الارجنتين هي الاولى والمكسيك هي الثانيه. في المجموعه الرابعه كاينه فرنسا، كاينه استراليا، كاينه الدنمارك، وكاينه تونس. فرنسا والدنمارك. فرنسا هي الاولى. فرنسا هي الاولى والدنمارك. اوكي يا سيدي، فرنسا والدنمارك. في المجموعه الخامسه كاينه اسبانيا، كوستاريكا، المانيا واليابان. بون كوستاريكا ساميتون وما عرفتش. اسبانيا، اسبانيا يا اما تي فاش تيدوزو تيديو لا فينال، يا اما تيديوها ولا تيتقساو في برومي تور. زعما الا كانوا يديوها كيمشي الا دازو غيديوها غيمشيو. ولكن كنظن اسبانيا غدوز غدوز. المانيا واليابان. المانيا المانيا واخا اليابان يقدروا يخلقوا المفاجاه. شكون الاول في هذه المجموعه؟ المانيا. المانيا كاينه المجموعه اللي وراهم فيها المغرب، كرواتيا، بلجيكا. دابا باش بغيتي نهضر وكندا بالعقل ولا بالعاطفه؟ بالعقل بالرؤيه ديالك. بالرؤيه ديالي المغرب غيدوز الاول ولا الثاني؟ الثاني. اها غندوزو حنا وبلجيكا. بلجيكا الخليفه المغرب الدراري خصنا. لا راه دايز المغرب. غندوزو الثاني ان شاء الله. ان شاء الله. المهم ندوزو المجموعة السابعة فيها البرازيل. جاوك بزاف المجموعات يا مريم. كورة الكورة. البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون. برازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون. الكاميرون برازيل دايزين هما الأولي غيدوزو تيت دو جروب. المفاجأة يقدروا يدوزو. دابا جيزيت ما بين ما بين ما بين سويسرا وما بين الكاميرون. كاميرون ما عرفتش واش سويسرا البارح خسروا مع غانا بجوج زيرو وكاينه مباراه وديه. كاميرون غيدوز. كاميرون 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 برازيل والكاميرون. الايطو فرحان فهمتي. فراسك ايطو قال لهم راه غنمشيو فينال مع المغرب وحنا اللي نديو كوب دي موند. التوقعات ديالنا الباب السماء ان شاء الله. ما تعرف راه شوف دابا دابا حنا قبيله تنهضروا على على لي زوبجيكتيف اللي ما تيتحققوش ولكن من حقنا نحلموا. بصح ممكنات ممكن راه بحال والو بحال والو كورة بحال والو. واحد زياش يخرج في هاد لاكوب دي موند ما عرفتش شنو. بحال والو اشرف حكيمي ولا شي نصيري ولا شي ولا ما يتسيفوا الدراري شي تسيفه ديال ما عرفت. صح بصح حنا متفائلين. المجموعه الاخيره فيها البرتغال، غانا، اوروغواي، كوريا الجنوبيه. مجموعه الموت من الضحك. البرتغال البرتغال كريستيانو غادي يلعب محمد يلعب يلعب سواء اخر كوب دي موند ديالو. ولكن جو بونس با البرتغال. شنو شكون اللي شكون عاوتاني؟ البرتغال، غانا، الاوروغواي، وكوريا الجنوبيه. غانا كنظن الاوروغواي. غانا والاوروغواي. والاوروغواي شكون الاولى؟ غانا. غانا هي الاولى. لا بلاتي اوروغواي. اوروغواي كيلعبوا في لاتيتود هذوك قلب عامر. كوريا الجنوبيه السون ديال سون ديال لا لا اوروغواي. اوروغواي هي الاولى وغانا هي الثانيه. واو بهكا عطيتينا واحد تمو النهايه اللي فيه هولندا غيواجه الولايات المتحده الامريكيه. موي شكون غادي يدوز؟ امريكان طوروا بزاف كره ولكن هولندا 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 كتبقى الناسيون ديال الكره. هولندا 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 غتلعب الارجنتين ضد الدنمارك. أرجنتين ميسي غادي غادي هذاك صافي. الأرجنتين هذاك غيبدا يحويطه حويطه 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 تاع تلقاف. غتلعب ألمانيا ضد المغرب. ألمانيا ضد المغرب. واو غادي نرجعوا ل 86. انت اللي رجعتي. غادي ناخذوا لا غوفونش ديال 86 ديال ربحوه. انزنطوم المغرب داز الربو. امن ان المغرب غادي فينال يسير ان شاء الله. البرازيل، غانا. البرازيل البرازيل البرازيل. انجلترا، قطر. الانجليز. لا صافي الدوزيام تور غادي يولي المعقول. صافي صافي ما كاينش البلد المنظم. فرنسا، المكسيك. فرنسا فرنسا. بلجيكا، اسبانيا. بلجيكا لاسبان. قاص هاد الماتش دابا دابا بلجيكا غيدوزو هما والمغرب. طنطن يعني اوكي تك تك سبليون مع بلجيكا. بلجيكا بلجيكا
الأوروغواي والكاميرون. أوروغواي والكاميرون. أوروغواي والكاميرون. على قبل إيتو كاميرون. الكاميرون. شوف نصف النهائي اللي عطيتينا. سير أخويا. هولندا الأرجنتين. والله. هولندا والأرجنتين. أنا باغي نشوف ميسي في الفينال. ما نكذبش عليك. الأرجنتين. مع المغرب. لا هذا ربع النهائي. الربع. الربع. اللي حطيتي لي مع الأرجنتين نقول لك الأرجنتين. الأرجنتين. زعما الأرجنتين. المغرب البرازيل. ناري علاش صح عاود عاود شارج بلو علاش المغرب ناري ناري باغي يدوزوا بجوج ناري ناري ها ولي لساطاهم شوف راه تبارك الله راه الرجاء في المونديال راه رونالدينيو راه عقلتي راه صافي ما خفناش راه ما يزريوناش وزيدونا صافي المغرب 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 اشوف كاي برازيلي هو ماشي نيشو ادريانو اللي عندي ديال ادريانو فينيسيوس انجلترا فرنسا الانجليز وفرنسا هذا راه كلاسيكو هذا بزاف فرنسا فرنسا بلجيكا والكاميرون كاميرون وقيل بارك عليهم بارك هلا بغيتي تنظن ياك اسمح لينا ايتو لا تبارك الله تبارك الله بلجيكا بلجيكا هاكا نصف النهاية المغرب الأرجنتين تبغيتي تدي ميسي فينا قلت الحمد لله بغيت ندي الفينا دونك شالوا لي الدور لا لا شوف بغيت ندي ميسي الفينال ماجي على يمشي صنا المغرب ما بقى لا ميسي لا ميسا صافي لا ديتي الفينال ديال لاكارير لا صافي لا المغرب المغرب فينال المغرب فينال اي 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 وتفاؤل هذا والله شوف كلشي قريب عند الله ما تعرفش دابا مع الركراكي زعما راه سفيرما دابا فاش قلت لكم ديك مع الركراكي راه نتوما غتيقوا دابا مع الركراكي اش يدير الركراكي فين هو الجديد الركراكي لا اقسم لك بالله هو فاش كان مع المنتخب كان كيعجبني فاش كيدير ديك الصحه مع والدو لا كنتخيلوا غادي يديو لا كوب دي موند وغادي يجي عند الدريغ يقول لهم باقين جيعانين الاولاد يقولوا لي عندك واحد دومي فينال اخر دومي فينال ديال فرنسا وبلجيكا فرنسا وبلجيكا صعيب ماتش صعيب ماتش صعيب ولكن فرنسا الا ربحوا هاد الماتشات كاملين جوبونس غادي غيدوز فرنسا هما مباراه التيتر دو تيتر هما اللي داو التيتر صعيبه في حمله البطل في حمله الدفاع على اللقب جوبونس با يعاودوها ما يعاودوهاش جوبونس با بلجيكا غدوز الا وصلوا لهاد البلان بلجيكا فينال بلجيكا فينال توقع ممكن ياك مباراه الترتيب الارجنتين وفرنسا الارجنتين 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 وفرنسا الارجنتين وفرنسا الارجنتين وفرنسا فرنسا فرنسا عاوتاني غادي تضرب الارجنتين مبابي غيتسيف كانوا ضربوهم في 2018 في فينال بلجيكا والمغرب مغرب مغرب شوف دراري والاغنيه السيره ايه مبروك علينا هذه البدايه مازال مازال كاين الجديد اصاحبي كاين مسكين ادري ضرب تماره باش يروح اغنيه سمعتي داك الديسك سمعت شويه منه زوينه الشانسون ديال ادري ادري ضرب تماره باش يروح اغنيه غنيوها لي في قطر واعره والله ديال الالترا ديال الجمهور مع السيمو مع الدراري زوينه زوينه ديال الالترا ليلة دادا وغالي للمونديال مع رامور نزيدو قطار في الباسبور هزوا العلامات بالوني دور دمي مغربي عقلي يفور دمي مغربي عقلي يفور قنور تولي عرقو تولي كيف دارو رجال من زمان مكسيكو مغربي حار وكتعرفوني غنشجعوكم من كل مكان علي والرايا وفرحوني بلادي رانا مبروار وسود الأطلس حي والأمجد من طنجة القويرة معكم قاع البلاد كتبوا التاريخ وهي الأولاد خضراء والحمراء إلى الأبد خضراء والحمراء إلى الأبد هنا كيتعاود يا سلام يا سلام والله انت زوين تخيل هذه تغني وقت التيران كامل تخيل ناري خاصنا شي الترا ديال المغرب وين التلال الهيثم مسرار
الحلقه بالعكس دازت زوينه، لي كيسيون مزيانين، حليت لكم قلبي، هضرت معاكم بكاع العفويه، كنشكروك بزاف ونتمنى تكون نكونوا خفاف على الناس. كنشكروك. وقبل ما نساليها مريم معارف هذه القضيه الوليدات، كانت قبيله المدام، انا كنت خاير راسي في المستقبل، سافرت بك في الزمن وفي المستقبل، بغيتك تشوف في الكاميرا وتوجه ميساج للوليدات ديالك اللي غيتفرجوا في هذا الفيديو من هنا واحد 10 سنين 7 سنين، هضر معاهم من هنا 10 سنين. عرفتي شنو درتي دابا؟ سافرنا بالزمن. فين غدير ولا كيجينا كوب دي موند فينال ساهل فينا سيرفر تحطوا هاد غيبقى يوتيوب من هنا؟ لا ما تخافش، غيبقاو لي بلاتفورم ديالنا هذوك. أصيل وسلمى، هذا الميساج ليكم، هذه 10 دابا باش دازت، 10 سنين دابا باش دازت، يعني دابا سلمى غتكون عندك 19 عام وأصيل غتكون عندك 14 عام، يعني باقين صغار. دونك الا بديتو تترطا ولا تديرو شي حاجه ماشي هذيك، كالميفو. سلمى جو بونس كو وصلتي لاج ديال لي زيتود سوبيريور، بون كوراج، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله، وكوراج ما خايفش عليك، لانه صافي كيف ما قلت في هذا الحوار اللي فات، لي باز عندك. أصيل 14 عام قصر وعيش وضحك مع راساتك، صافي سبا غاف، بلا هانيه بخير. ولا كنت باقي معاكم تهلاو بعضياتنا. الله يخليهم لك ويخليك اليوم اخويا. شحال زوين تكون اب، شحال زوين تكون اب اخويا. شكرا عاوتاني هشام، كنشكروك لانك استقبلتي وعشتي معنا، استقبلتينا حيت بحال انت اللي مستقبلنا في هذه الحلقه وعشتي معنا بواحد. شكرا لك انت هشام، شكرا زكريا، شكرا مريم. استمتعت معكم، داز الوقت بزاف، رحنا بقينا ولكن ما حسيناش بالوقت. سيتي تري سامبا، شكرا لكم بزاف وبون كوراج. ميرسي بون كوراج بوغ لا سويت. شكرا مريم، شكرا هشام، شكرا زكريا، شكرا لاي واحد حاضر معنا في بلاطو. كنقولوا للجمهور العزيز، كل جمعه بقاو شاد دير معنا ستور.